اذا مشاهدينا متابعينا قناه الشفافيه، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط في مدينه الدار البيضاء. كنتواجدوا في المنطقه ديال وسط المدينه. صراحه مشكورين رجال الامن، مشكورين فرقه ديال الدراجين على التدخل ديالهم. يعني الان بوسط المدينه تم الاعتقال ديال واحد جوج ديال الاشخاص مشكوك في امرهم، يعني مشكوك في امرهم بعد ما نوضوا الروينه. واحد الحاله من الهلع والفزع هنايا، بداو كيغوتوا وهدوا هنايا الناس، فتم تدخل من طرف رجال الامن وتم الاعتقال ديالهم. الان غادي يتم يديو السياره ديالهم الى المحجز البلدي، يعني كما كتشوفوا معنا جد ديباناج باش يتم النقل ديالها الى المحجز البلدي. صراحه مشكورين رجال الامن على التدخل ديالهم، برافو رجال الحموشي. صراحه لهلي خطينا امن، لهلي خطينا امن، يعني تم تدخل سريع وتم القبض عليهم. تم القبض عليهم من طرف رجال الامن، مشكورين على التدخل ديالهم. اقسم لك بالله اسمع ليا، ما عرفتش كما كتشوفوا معنا ديباناج جا باش يتم نقل ديال السياره الى المحجز البلدي، يعني ديال جوج الاشخاص اللي مشكوك في امرهم. يعني بعد ما نوضوا الروينه هنايا، نوضوا واحد الحاله من الهلع والفزع، يعني انهم كانوا هازين واحد الحديده من الحجم الكبير، يعني في حين تم تدخل من طرف رجال الامن مشكورين. يعني الان غادي يتم نقل السياره ديالهم، يعني هذه هي السياره اللي كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام. صراحة مشكورين رجال الأمن اللي قاموا بالتدخل السريع. هلا يخطينا أمن. يعني هذه هي السيارة ديالهم. يعني هادشي بالضبط بجانب الحانات بوسط المدينة.
يعني صراحه الهلالي خطينا امن، مشكورين رجال الامن على التدخل ديالهم، مشكورين فرقه ديال الدراجين اللي قاموا بواحد العمل كبير هنايا في هذه المنطقه هذه، اللي قاموا باعتقال هاد جوج اشخاص هادو اللي كانوا كيقوموا بواحد الروينه الكبيره بزاف. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا الان غادي يتم نقل السياره الى المحجز البلدي. اذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم مع الامان، تلقاوكم في بث مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.